عواد سالم. تزخر الحركة الغنائية الكويتية بعدد كبير من العناصر التي يطلق عليها صفة الفنان الشعبي، وقد تميزت هذه العناصر بالغناء والعزف على آلة موسيقية وأحياناً أكثر من آلة من خلال نشاطها ضمن الفرق الشعبية في الحفلات العامة والخاصة. لذلك فقد اقتصرت شهرتها على نطاق محدود، وعندما بدأت حركة تطوير الأغنية في الكويت جرى الاعتماد على الفرق الشعبية ومن ضمنها العناصر المتميزة في التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك في المشاركة في الغناء والعزف المنفرد. ومن هنا برز العديد من هذه العناصر وأخذت طريقها نحو الشهرة، ومن هؤلاء الفنان الراحل عواد سالم، والذي سنتحدث في حلقة اليوم عن رحلته الفنية. تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. فنان شعبي كبير له صوت شجي، ويعتبر من رواد الفن الشعبي الأصيل في الكويت. بدأ الفن وعمره 22 عاما. حاولت أسرته منعه أكثر من مرة من مزاولة الفن، لكنه كان يتميز بحبه الشديد للفن، السبب الذي دفعه ليكمل طريقه في الفن. تميز الفنان عواد سالم بأنه ضارب إيقاع من الدرجة الأولى على المرواس، كما أنه من أشهر ضاربي الدف أو التار. كان الفنان الراحل عواد سالم يشارك مع فرقة سعادة البريكي، ومن ثم مع الفنانة عودة المهنة والفنانة أم زايد وفرقة فهد بن حسين الشعبية في حفلاتهم وتسجيلاتهم. كما كان عواد سالم صديقاً حميماً للفنان القدير عبدالله فضالة، حيث رافقه في الكثير من تسجيلاته الإذاعية والتلفزيونية. سجل الفنان عواد سالم بعض الأسطوانات في الكويت، من أبرزها أغنية ذكر النبي محمد ويا حمود عزوني، وهي من فن الخماري. ويعتبر الفنان عواد سالم من أبرز وأفضل الأصوات التي قدمت فن الخماري، وهو من ألوان الغناء الأصيل في الكويت، ويحتاج إلى مهارات عالية لصعوبته، ولذلك تجد أن الذين يقدمون هذا الفن قلة. في عام 1952 عمل عواد سالم عازفاً للإيقاع في فرقة الموسيقى بالإذاعة الكويتية، وسجل خلال مسيرته الفنية الكثير من الفنون الشعبية للإذاعة والتلفزيون، منها الخماري، الحساوي، النجدي، الآدري، الرتحة، السامري، والعرض البرية. ومن أشهر أعماله الغنائية التي ما زالت حتى الآن تعتبر جزءاً مهماً من الفن الشعبي الجميل، شلّى بلاني، يا أبو يوسف لا تعاتب، البارحة دمعي جرى، يا أهل الهوى دوكم، يا محمد صبني معكم عنود، وسلام مني. ترك وراءه تسجيلات شعبية كثيرة ومتنوعة هي تراثه وتراث ما قبله، أثرى بها المكتبة الإذاعية والتلفزيونية. وبعد وفاته وجدوا أن لديه الكثير من المؤلفات الشعرية الشعبية، غنى بعضها وأخرى لم يغنها، ويحتفظ أهله بالكثير منها. توفي الفنان عواد سالم في الساعة 8 من صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو عام 1969 في مستشفى الصدري بالكويت، عن عمر يناهز 65 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.